السلام عليكم، أرحب بكم للحديث عن المستخدمات في المجتمعات العربية ونشاطهن داخل حركة ويكيميديا. نعم، اليوم أنتم مع نون النسوة لغوياً وتطبيقياً، ومعي أيضاً أنا نانور غرابيديان مستخدمة نانور. بدأت علاقتي بعالم ويكيميديا منذ 3 سنوات، تدرجت فيها بين مشاريعها ولجانها وبين مجتمعاتها العربية والعالمية. في خضم هذا التنقل استوقفني كثيراً ضعف نسبة المستخدمات في مجتمعي وضعف الدراسة عنهن. فإذا تساءلنا عن نسبة المستخدمات أو كيف نقيم مساهمتهن، سيكون الجواب لا توجد لدينا دراسات، وغالباً ما سنستعين إما بدراسة عامة أو دراسات لمجتمعات مشابهة لنا. Next slide, please. نحاول في حوار اليوم الخروج ببيانات وتقييمات للمستخدمات في ظل غياب هذه الدراسات والأرقام الرسمية عن الموضوع. فإذا قلنا بلغتنا العامية أو اللهجات، لأن جلستنا أعتقد ستكون خليط بين الفصحى والعامية، مدام ما في أو ما عندناش دراسة عن حالنا، لندرس نحن عن حالنا. فأجرينا استبياناً بالإمكانات المتوفرة، استطلعنا فيه رأي 25 مشاركة. لكن قبل أن نشرع بجلستنا لنتعرف أولاً على متحدثاتها. Next slide please. And next. من المغرب نسيمة شهبون، ويكيميديا منذ سنة 2018، وهي رئيسة مؤسسة لمجموعة ويكي التراث العالمي. من مصر ولاء عبد المنعم، ويكيبيديا منذ عام 2012، وهي محررة وأول إدارية بالعالم العربي، مؤسسة لمبادرة شعاع معرفي. من عمان مرفت سلمان، إدارية ومحررة في ويكيبيديا العربية، ناشطة في المجتمع العربي والعالمي منذ 2012، وهي عضو مؤسس لمجموعة ويكيميديا بلاد الشام. أهلا بكنا وشكرا لقبول دعوة المشاركة في الجلسة الحوارية. شكرا نانور. شكرا على المبادرة. أهلا بالجميع. يا أهلا. إذا سير جلستنا سيكون بالتماشي مع أسئلة الاستبيان التي كانت مقسمة إلى بيانات عامة مثل العمر الويكيبيدي، البلد، ومن ثم تقييمات المشاركات ومهاراتهن وبيئة تطوعهن، ومن بعد التحديات التي تواجهن، وأخيرا رؤيتهن لمستقبلهن في الحركة والمجتمع العربي. سنستعرض الردود والنسب ونناقشها معكم مرفت وولاء ونسيمة، وسنتطرق أيضا لتجربتكم للمساعدة في فهم واقع تجربة المستخدمات في المجتمع العربي. فهيا بنا. Next slide please. And next. الأرقام، لغة الأرقام هي الأقوى، فنستعرض هنا مقارنة بسيطة قمنا بحسابها أثناء تحضير الجلسة هذه. والأرقام هي قادمة من ويكيبيديا العربية لأنها المشروع الأوفر حظاً بالمساهمات. فنرى نحن في عام 2017 هناك ضعف في نسبة المستخدمات اللوات لا يملكنا أي صلاحيات مقارنة بمجمل المستخدمين، وفي عام 2012 ضعفت النسبة أكثر. Next please. هذه النسب التي نراها هنا هي للمستخدمين ذوي الصلاحيات، ونلاحظ أيضا أن النسبة منخفضة في 2017 بالنسبة للمستخدمات لصلاحيات مختلفة، ولم نذكر جميع الصلاحيات إلا المراجع التلقائي ومحررات وإداريات. نلاحظ زيادة طفيفة في 2012 بالنسبة للمحررات والإداريات، لكن إجمالاً جميع النسب ضعيفة. وبالحقيقة وجب التنويه أنه قد تكون هذه النسب غير دقيقة. هي غير دقيقة لماذا؟ لأن لتحديد الدقيق لعدد المستخدمات يجب أن تكون أو يلزم أن تكون المستخدمة قد فعلت هي خيار خاصية صيغة المخاطبة من صفحة المستخدم الخاص لها، وهو الأمر الذي لم أفعله أنا شخصيا حتى الآن. إذن سنبدأ الأسئلة.
سأوجه السؤال بالاسم للمتحدثة، ولكن يمكن لمن لديها أي تعقيب أو مداخلة أن تضيف ما تجد إضافته مهما. Next please. نبدأ معك ولاء. هنا نرى العمر الويكيبيدي، كانت النسبة الأكبر للأعمار المشاركات في الاستبيان بالطبع العمر الويكيبيدي من عام إلى 3 أعوام، وأنت ويكيبيديا منذ 10 سنوات. ماذا يعني أن نتقدم بالعمر ويكيبيديا؟ أي أقصد، ما هي التغييرات التي تطرأ على تجربة المستخدمة؟ تفضلي. مساء الخير جميعا، ازيك يا نور وازاي صديقاتي ميرفت ونسيمة، وبرحب بالحضور الكريم. اولا فكرة ان انا بقالي 10 سنين، يمكن انا دخولي الويكيبيديا كان مختلف شوية. دخلت عن طريق حاجة منظمة، برنامج ويكيبيديا للتعليم بدأ، وطبعا الى جانب وظيفتي ان انا ستاف في الجامعة، فده سهل عليا جدا وجودي في ويكيبيديا. دخلنا عن طريق برنامج التعليم أول سنة، كملنا بعديها، كنت الأول مجرد طالبة في الماجستير عادي جدا، كملت بعدها إن أنا أبقى طالبة ومشاركة وسفيرة أدرب الناس. يعني أنا كان عندي حب إن أنا أدرب الناس زي ما أنا اتعلمت، وبعد كده كمان تطورت إن أنا أكون قائدة، فبقيت قائدة وتحتي كان في سفراء، وبعدين برضو في مشاركين كتير. وكان معايا سبب رئيسي، كانت مشرفتي واستاذتي استاذ دكتور عبير عبد الحافظ، كان ليها فضل كبير بعد ربنا ان انا اكون موجوده في ويكيبيديا. دي كانت اول خطوه وكملت بعدها. طب ليه كملنا بعدها؟ زي ما انت بتقولي يعني ان العمر الويكيبيدي ما بين سنه ل3 سنوات، وانا دي مكمله لحد 10 سنين، لحد دلوقتي اكتر من 10 سنين كمان. في حاجتين بنشتغل عليهم، ان هي صدقه جاريه وعلم ينتفع به، دول حاجتين اساسيتين في الاول. والحاجة الثالثة هي انت حب نشر المعرفة، حب نشر المعرفة، وان يكون المستخدم نفسه او الشخص نفسه عنده الرغبة دي، الرغبة دي ان مجهوده بدل ما يكون في الخفاء، لا ان هو يكون معلن، ان هو يكون منشور ومعلن للجميع. وانا كان جزء في تخصصي كنت بشتغل في الترجمة، فده برضو سهل عليا جدا ان انا المحتوى اللي بالاسباني ده طب ليه ما نقلهوش للعربي، فده ساعد كتير جدا. يعني يمكن بسبب باستمرار. بدايتي هي اللي ساعدت لكده. تمام. ليه ليه استمريت؟ ما هو انا زي ما قلت لك حب نشر المعرفه وحب العمل التطوعي، يمكن لان انا يعني الحمد لله ليه وظيفتي الثابته، فده اللي خلاني ان انا اكمل جنبها. دخلنا بعد كده كملنا برنامج التعليم وتوسعنا على مستوى 11 جامعه على مستوى مصر، بعدين يعني دخلنا نشاط ليه نستطيع علاقه أن نقول بالنسويه، أن الظروف هي دخلنا اللي نشاط ليه علاقه بالنسويه، أوكي، أن الظروف هي وكانت اللي كمان ساعدت أنه أنت مجموعتنا. تكملي، صحيح. نعم، الظروف هي اللي ساعدت أنه أنك الظروف تكملي فيها. بالظبط، الظروف في المسابقات كانت مجموعة ويكيميديا مصر برضو ساعدت جدا، ان هي بدأت تنظم مسابقات ليها علاقة بالنسوية، ليها علاقة بالتاريخ، ليها علاقة بالويكيبيديا بشكل عام. بدأت تشجع الناس، بدأت تجيب الصغيرين وتدربهم، احنا كنا المدربين، فده ساعد الناس ان هي تنتشر وان هي تستمر، وساعدني انا تمام. شخصيا ان انا اكون موجوده، وان انا حبيت ان انا لقيت ان المخرجات عندي ظاهره، وان انا استفدت جدا جدا، ولقيت ليا تمثيل ليا ولعيلتي والبلدي، فده كله خلاني ان انا اكمل. ممتاز. Next slide please. هنا نرى البلد العربي، سألنا في الاستبيان البلد العربي التي تنتمي إليه، ونرى الأكبر مشاركات كانت من السودان، وأشكر هنا شكر خاص لمجتمع السودان، هذه المجموعة الناشئة النشطة لمشاركتها. وأيضا لدينا مناسبة اليوم، وهي أن في تونس يحتفلون بيوم المرأة، لذلك علمت عن الموضوع من زميلي حسام الدين في الفريق التنظيمي، أنهم الآن في المنستير يحتفلون، فتحية من جلسة المستخدمات إلى مجموعة التونس أيضا. مرفت، نرى أن يوجد محدودية في البلدان المشاركة، بالرغم من أن نشر الاستبيان كان على نطاق واسع في الميدان، على ويكيبيديا، وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المجموعات على القنوات الخاصة،
وفترة زمنية جيدة بالحقيقة. لماذا لدينا هذه المحدودية؟ شكرا نانور على السؤال، وحقيقة النتيجة اللي تفضلتي وعرضتيها مفاجئة، يعني أكبر عدد من اللي شاركوا في الاستبيان وليس من المشاركات في الموسوعة هم من السودان الشقيق. هذا بفرجي رغبة من الزميلات في السودان إنهم يوضحوا ظروف معينة موجودة عندهم. هم بمعنى آخر حبوا إنهم يعطونا بيانات بتفيد الدراسة وبتفرجي كيف ممكن إنه نتائج هاي الدراسة تنعكس عليهم إيجابياً أو حتى يعني على المناطق الأخرى. أما ليه في عزوف عن المشاركة في مثل هاي الاستبيانات؟ لأنه بتلاحظي أنه بين فترة وفترة نحن ننشر استبيانات نطلب فيها معلومات بخصوص مشاريع مختلفة، فهي برضو بتعتمد على الظروف، يعني هاي فكرة الظروف هي بتحكم كل شيء تقريبا. أحيانا قد لا تكون الفكرة واضحة، أحيانا بيكون لازم تستهدفي الـ 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 الأشخاص. نانور مثلا معروف أن على المستخدمات، لنفرض أن المستخدمات في الويكيبيديا العربية هن 50، كان ممكن أنه نوجه أو نبعت الاستبيان تحديداً لهاتين الشخصيات أو هاتين المحررات. احتمال أتوقع نشر الاستبيان إجا في فترة فيها إجازات، يعني هاي فترة الإجازات الصيفية، ففي فترة امتحانات يمكن في الجامعات اللي بيكونوا منتسبات لبرنامج الصيفي أو التعليم الصيفي، فاحتمال هذه أسباب يعني مختلفة أنا فكرت فيها. يعني عم بفكر هلأ مع بعض نحن بنفكر إنه شو ممكن يكون في أسباب ما خلت المشاركات الزميلات الويكيبيديات العربيات ما يساهموا في إعطاء رأيهم بالنسبة للمساهمة النسوية أو الأنثوية في الويكيبيديا العربية. بس أنا بدي أنوه لشغلة نانور، إذا بدي أرجع لسبب دراستك أولا وأخيرا، يعني من الأشياء اللي بتطمن نوعا ما إنه الوضع اللي تفضلتي ولخصتيه في البداية هو وضع مش محصور على الويكيبيديا العربية. يعني إذا كان بدك توسع الدراسة وتشوفيها على مستوى المجتمعات الويكيبيدية بشكل عام في كل العالم، راح تلاحظي الفجوة في المشاركات. احنا دائما بنقول الفجوه في المحتوى، ولكن برضو الفجوه في المشاركات واضحه جدا، يعني حتى على مستوى الويكيبيديا الانجليزيه الفجوه واضحه جدا، وفي ظروف او في عفوا في اسباب كتير اذا بدك نرجع لها، وهي دراسات حاولنا نعملها في منذ السنوات، يعني الاسباب اللي بتخلي النساء يتوقفوا او ما يستمروا مثل ما تفضلت ولا، أو إنه مشاركاتهم تكون محدودة في فترة زمنية أو في نطاق معين، لها أسباب كثيرة. ممكن إنه جلسة اليوم ما تسع إنه نذكر كل صحيح الأسباب وراء هذا الموضوع. صحيح، وشكرا للتنويه اللي أنا راح أركز عليه أيضا، أن نحن اليوم دراستنا ليس عن فجوة المحتوى إنما المستخدمات المشاركة. نعم، هن أنفسنا، نحن ما عم ندرس فجوة ندرس أو نحاول أن نقدم ما تعني للمشاركات وليس للمحتوى. سننتقل. طيب، أنا عندي نقطة سريعة للاستبيان. فضلي. ممكن في ناس بتعزف عن الاستبيان إن لما بيلاقوا فيه أسئلة مقالية كتير مش اختار، يعني لما يكون اختار بيعملها أسهل بياخد منه وقت قليل، إنما الأسئلة المقالية اللي هو يكتب سطرين ثلاثة ده اللي بيخليه يعزف عنها. طيب، خلينا نشوف باقي أسئلة الاستبيان. you can close the slides please. Thank you. إذن ننتقل إلى التقييمات. التقييمات هنا كانت على شكل أسئلة لتقيم المشتركة في الاستبيان، ومن بعدها مباشرة سألنا توضيح لأسباب كل التقييم. نبدأ معك نسيمة. عند السؤال هل أنت راضية بمهاراتك الحالية في حركة ويكيميديا، تؤكد نسبة لا بأس بها بأنهن يعانين من نقص المهارات لديهن، ولكن
لم يتحدثنا عن سبب حقيقي وواضح لضفر هذه المهارات أو طبيعة هذه المهارات التي يرغبنا بحيازتها. فما هو هذا السبب أو سبب هذا الضعف المهاري العام أو ضعف الفهم للمهارات في ويكيميديا؟ سأتكلم انطلاقا من تجربتي في إطلاق برنامج تدريبي في مجموعة ويكي التراث العالمي. عند بداية المجموعة حاولنا أن نقوم ببرنامج لتمكين الأعضاء من مختلف الأدوات التقنية وتعليمهم استعمال مختلف مشاريع ويكيميديا حتى نتأكد من تمكنهم من المشاركة بشكل فعال في جميع الأنشطة. وكان لدينا طموح كبير، مثلا إقامة جلسة تدريبية كل أسبوعين أو كل شهر على الأكثر، ومحاولة شمول جميع الأدوات وجميع المشاريع. وهذا الشيء الذي للأسف فشلنا فشلا ذريعا في تحقيقه. تمكننا من تنظيم بعض الجلسات التدريبية بمعدل جلسة كل شهرين مثلا، أحيانا كانت هناك انقطاعات. والسبب الرئيسي هو عدم تواجد منصة مثلا أو صفحة تمكننا من التواصل مع مدربين، مع ويكيميديين يعني متمرسين في مختلف الأدوات، وعدم معرفة من هم هؤلاء الويكيميديون أولا، كيف يمكن التواصل معهم ثانيا، وما هي their availabilities يعني ما هي أوقاتهم المتاحة، بأي لغات يمكنهم التدريب وما إلى ذلك. ف ليس هنالك إلى الآن أظن في ويكيميديا يعني في المجتمع عامة وليس فقط العربي أي مكان that centralizes التدريبات والمدربين ومن يمكنه القيام بتدريب. هذا من جهة. من جهة أخرى، حتى لمن أراد التعلم الذاتي وخصوصا بالنسبة للعرب سواء النساء أو الرجال، هنالك ضعف في المواد المترجمة إلى العربية على بعض المشاريع، خصوصا ويكي بيانات، ويكي ميديا كومنز، الكثير من الصفحات لا توجد بالعربية، مما يعسر الأمر على الناطقين فقط بالعربية وعلى الذين لا يتمكنون من القراءة بالإنجليزية بشكل يعني بشكل فعال. تمام، شكرا شكرا نسيمة. ننتقل سؤال ثاني في التقييمات وأوجهه لمرفت وولاء، وسنحاول أن نمضي سريعاً. هو الحديث كثير بالحقيقة، ونحن ندخل قليلاً بالمنطقة الشائكة أكثر، سنتحدث عن المشاريع والمجموعات، فنختصر ونوضح في نفس الوقت لنصل لجميع الأسئلة. إذن عندما سألنا كيف تقيمين التفاعل والتحفيز المحاط بك داخل المجتمع، وهنا نقصد المجتمع المشاريع أي ويكيبيديا وشقيقاتها، كانت النسبة الأكبر للاختيار جيد جدا، ومن بعده للممتاز. بالحقيقة طبعا نحن سعداء بهذه النسبة الإيجابية المرتفعة، لكن كانت هناك اختيارات للضعيف أيضا، وسنعطي نحن هنا المساحة لأصحاب التقييمات الضعيفة ونرى لماذا هنا اخترنا. فصرحت البعض بأن في المجتمع التصيد ونقد غير هادف، وهناك عرقلة للأفكار الجديدة. إحدى المشاركات تشعر بخيبة لتوقعاتها وفكرتها المسبقة عن الوضع التحفيزي في المجتمع. تركز إحدى المشاركات على موضوع السياسات، أي أن من رغم من وجوب تطبيقها إلا أن طريقة التطبيق تكون عبر النقاشات الجافة أو حذف التعديلات، وهناك أيضا عرقلة للنشاطات التنظيمية. مرفت وبعدها ولا بحكم صلاحياتكم في المجتمع العربي، المجتمع الويكيبيدي العربي، ما هي تجربتكم في هذا الإطار، وما رأيكم في هذه الصعوبات التي تواجهها المشاركات؟ تفضلي مرفت. شكرا نانور. يعني الموضوع كبير ومتشعب، والحلو في الموضوع نانور انه تفضلتي وقلتي احدى المشاركات، واحدى المشاركات يعني هاي تجارب فرديه بمعنى اخر، يعني ما فينا نعممها، ما عندك نتيجه تقول انه مثلا
10% من اللي شملهم الاستبيان قالوا انه مثلا في تصيد او احباط او عدم تقبل الافكار، فيبدو انه هاي التحديات اللي شرحوا لنا اياها في الاستبيان هي تحديات فرديه، وهي تحصل في اي مجتمع وفي اي مشروع. ونحن أكاد أجزم يعني إنه كل واحدة فينا تعرضت لمثل هيك مواقف في بداياتها أو حتى هلأ، ونحن معانا صلاحيات جيدة ومعانا يعني ما بدي أحكي سلطة، بس إنه قادرين إنه نوقف أي تحدي أو نواجه أي تحدي ونمشي. فالموضوع بيعتمد إنه كيف المشاركة بتتلقى في الموضوع، كيف تتلقي. يعني أنا تعرضت فرضاً لمجموعة من الأشخاص لا تتقبل مشروع أو فكرة مشروع أقدمها، بحاول مرة أخرى بتوجه المشروع لأشخاص آخرين يدعموني، بحاول أشوف وين منهم من الأشخاص اللي منفتحين للنقاش السياسات. إذا كنت بشوف إنه مثلا أطراف معينة بتنفذ السياسات بالطريقة اللي أنا شايفتها مجحفة أو إنه غير مجدية أو غير فعالة، بحاول أتوجه لأشخاص آخرين أتحاور معهم أو أحكي معهم. المشكلة إنه في التحديات بتوقف الناس عند طموح أو طموح الناس عند حد معين. بمعنى آخر، في كتير أشخاص أو شخصيات، خليني أحكي على النساء تحديدا، إن واجهتها مشاكل أو معضلات أو أي نوع من هذا المحبطات أو الأمور المحبطة، بتوقف بتسكر الباب وبتطلع. هاي هي المشكلة. المشكلة إنه نحن لازم نكون على قد حالنا زي ما بنقول، بتحدى وبمشي. إذا كان هاي الفكرة ما استقبلت بطريقة إيجابية، بدي أحاول أعرف ليش، في سبب وراء ذلك، بناقش تمام. بحاول أفتح بواب، بسأل. كتير مهم إنه نسأل، يعني نسأل ليه رفضت فكرتي. يعني حتى على موضوع بتعرفوا أكتر مشكلة نحن بتواجهنا كإداريين في الموسوعة، لماذا حذفت مقالتي؟ وكتير ناس بتوقف وبتسأل ليش حذفتوا مقالتي، استرجعوا مقالتي، ملاقينهم بيكتبوا في السوشيال ميديا، في هاي الصفحات، في هاي الصفحات. يعني في إصرار، طبعا إصرار على الخطأ، مش إنه نقول إنه يعني إشي صح، بس فكرة الإصرار علشان أعرف الأسباب، تتوضح لي الأسباب، أصير أفهم. كلنا انحذفت لنا مقالات في بداياتنا، بس هذا الإشي ما وقفنا. كلنا انصدمنا في المجتمعات اللي نحن موجودين فيها، في مجموعات العمل اللي إحنا أنشأناها أصلا، في إطاراتنا المحلية كلنا واجهنا مشاكل. حتى لما تنطلقي للعالمية أو تصيري جزء من المجتمع العالمي برضو رح تشوف التحديات، بس الفكرة إنه أنا أتعلم من هاي التحديات وأقدر أستفيد منها. كل شيء وراء منه سبب، والهدف إنه أنا أتعلم من الأشياء، أتعلم من الأخطاء، أعترف إنه أنا بعمل أخطاء، أتعلم الصح بالطبع. منها وأمشي. هذا اللي أنا بدي أوضحه. شكرا. صحيح، شكرا مرفت. نسمع منك من تجربتك ولا، وأنت أول إدارية طبعا، يمكن الفرق الزمني بتولي أو استلام الصلاحيات ما كان كبير بين ولا ومرفت، لكن ولا هي الأولى. ونسمع تجربتك، أنت أول أنثى أو مستخدمة أخذت صلاحية إداري في ويكيبيديا العربية، تفضلي. طيب، هي مبدئيا مرفت جاوبت على 99% من السؤال، ده اللي حصل معنا كلنا تقريبا. تمام، هي فعلا هي حالات، يعني احنا مش هنقدر نقول ان المجتمع كله يعني قادر ان هو يتقبل الافكار الجديده، لا، في ناس افكارها بتبقى مقفوله شويه، بس المجتمع نفسه بدا يقبل. مثلا لما ابتدينا حاجات عن النسويه او الحاجات الفنيه او حاجات ثقافيه من كذا سنه، مبادرات او مسابقات، كل ده اتقبل. ممكن انا اعمل مبادره دلوقتي بس ما بقاش عليها رواج كبير، عادي، ممكن مش دول المهتمين، أو أنا توجهت للأشخاص الغلط، يعني أنا ما روحتش للفئة المستهدفة الصحيحة. فأنا دوري أن أنا أدور على الفئة بتاعتي، سواء خارج الويكيبيديا نفسهم وأدخلهم في ويكيبيديا، أو جوه ويكيبيديا نفسها، وأبدأ أتواصل مع الأشخاص. فهو هنا حصل لهم سوء تواصل، عشان كده كانت تجربتهم مش أحسن حاجة. أما بالنسبة بقى أن أنا يعني لما خدت الصلاحيات، يعني أنا كان وصل لي إن في ناس كانت مش عايزة تصوت في الأول، إن هما إزاي بنت هتقدر تواجه المجتمع الذكوري اللي إحنا عايشين فيه في ويكيبيديا، طبعا عشان نسبة المشاركة ونسبة المحتوى. بس هما لقوا بعد كده، لأ، إن البنت قادرة عادي تخش
تخش مثلا لو في نقاشات او في صراعات او في اي حاجه ان هي تقدر تشتغل بالسياسات اللي موجوده في الويكيبيديا وتفصل بين الناس، مفيش اي مشكله. ان احنا انت تمام بيحكمك سياسات مش بتحكمك اهواء شخصيه. صحيح صحيح، ده بس زياده على كلام ميرفت يعني. صحيح. اذا نبقى على همه عاليه ونثبت انفسنا بالمواقف والنقاشات. ننتقل للتقييم الثالث، وهي تقييم في منطقة شائكة أكثر، وهي مجموعات المستخدمين. والسؤال هنا لنسيمة ومرفت وولاء. عندما سألنا كيف تقيمين التفاعل والتحفيز محيط بك داخل المجموعة، أي مجموعة المستخدمين، النسبة السلبية ارتفعت على حساب التقييمات الإيجابية، لكن نسرد بعض من هذه النقاط السلبية ونسمع أراءكم من بعد من فضلكم. هناك الإشكالات والشد والجذب، سوء وصعوبة التحفيز ووجود عقلية العرقلة بدل التحفيز، عدم الاستجابة لعمل ورشات جماعية وخمولهم في أداء المجموعة رغم وجود مطالبة بالعمل التطوعي الجماعي، خمول في المجموعة رغم المطالبة. إحداهن ذكرت أن المجموعة هي بيئة عمل مشحونة بطاقة غير لطيفة، التنافسية العالية التي تصل حد الأذى بهدف الحصول على المكتسبات من العمل مع المؤسسة، وقد يصل الأمر لمغادرة المجموعة رغم الكفاءات والنشاط. نبدأ معك نسيمة، وأنت من دورك هل ذكرتي بالسؤال السابق، لكن هل المجموعة بيئة حاضنة داعمة للمستخدمة؟ ومن دورك لمؤسسة والرئيسة لمجموعة مستخدمين، هل خلق هذه البيئة أمر يمكن تحقيقه؟ سأنطلق من تجربتي الشخصية. أنا أؤمن بمقولة كوني أنت التغيير الذين تريدين أن تبعيه، وهذا ما حاولت فعله. فبشكل صريح، عندما ولجت لعالم ويكيميديا لأول مرة واجهتني الكثير من المضايقات من طرف أشخاص يعدون على رؤوس الأصابع بالتأكيد. يعني المجتمع العربي أو العالمي كان داعما، لكن كانت هنالك مضايقات استمرت لفترة طويلة. وعندما تكون المضايقات خصوصا من أشخاص لديهم أقدمية أو نوع من السلطة، فهنا تشكل عائقا للمستخدمة للاستمرار. لكن شخصياً كان لدي شغف أكبر، دخلت لويكيميديا حتى أستطيع أن أوثق التراث سواء في بلدي أو في بلدان أخرى، فكان الشغف أكبر من العوائق. وكما قالت ميرفت، عندما تواجهنا هذه المشاكل ربما سنغير الأشخاص مع من نشتغل، ربما سنغير الآذان التي ستستمع لكلماتنا. أنا حاولت أن أغير وضعيتي التي لم تكن جيدة جداً إلى opportunity، فقمت بالتعرف على أشخاص أكثر عالمياً ولم أبقى منحصرة فقط في مجموعتي، وكانوا أشخاص لديهم نفس الاهتمامات نفس الدوافع، فاستمرنا بالعمل سوياً إلى أن قمنا بإنشاء مجموعة. في البداية لم تكن لدينا بتاتاً فكرة إنشاء ويكي التراث العالمي، جاءت نتيجة الكثير من العمل ومن المشاريع المشتركة. بالنسبة لهل يمكن للمجموعة أن تكون بيئة حاضنة ومحفزة؟ أظن أن المجموعة بإمكانها أولاً أن تكون بيئة آمنة وغير منفرة، وهذا واجب على يعني مجلس إدارة المجموعة أن يوفره لجميع الأعضاء، الاستماع لمقترحاتهم حتى لو لم يكن مجلس الإدارة مثلاً متفقاً معها، يجب إعطاء الأعضاء هذه الفرصة حتى لو لم تكن ضمن جدول أعمال المجموعة، فالمجموعة بالنهاية هي ملك للجميع. هذا من جهة، ومن جهة أخرى محاولة تمكين الأعضاء قدر الإمكان، لأن الإنسان عندما يبني مهاراته فهو يكتسب ثقة وحماس أكثر للمشاركة، فبناء القدرات مهم جدا. لكن إذا أردنا تحفيز الجميع وجعلهم يشتغلون بنفس القدر من الحماس والالتزام، فمن وجهة نظري هذا أمر صعب بل ربما مستحيل، لأننا نبقى في مجتمع تطوعي 100%، لذلك لا يمكن أن نرغم المتطوعين على تقديم وقت وجهد متساوي، كل لديه اهتماماته وظروفه. لذلك أظن أن المجموعة عليها أن تكون بيئة آمنة، بيئة يستطيع فيها الأعضاء الاقتراح، بيئة يستطيعون فيها
العمل، إذا أراد عضو أن يشتغل على مشروع فقط يعني لا تجعله بحاجة إلى طلب الإذن مثلا أو التشاور مع مجلس الإدارة أو لا يمكن أن نبني المجموعة المفتوحة على التراتبية، نجعل المجموعة مفتوحة لجميع الأعضاء، يمكنهم العمل، يمكنهم خلق نشاطات، وكما يمكنهم تتبع جدول المجموعة الذي مثلا تم إعداده في أول السنة أو كيف يعني حسب ما تشتغل كل مجموعة. فالفكرة هي أن لا نجعل المجموعة يعني خاضعة للتراتبية وللبيروقراطية، وجعلها مفتوحة للجميع ومرحبا مرحبة باقتراحات الجميع. واضح، شكرا. فقط التنويه، أيضا بقي لدينا أقل من 10 دقائق، نسمع تعقيب من ولا ومن بعدها مرفت، مشكورين، لننتقل لدينا باقي فقرتين لنتكلم عنهم. تفضلي ولا بنقطة المجموعات. تمام، يمكن احنا مجموعتنا ليها وضع خاص، فهنتكلم احنا خرجنا من الوضع ده ازاي. التواصل الفاعل بين اصحاب ومؤسسي المبادرات والاشخاص اللي عندهم همة ورغبة ان هم يعملوا حاجة باسم مصر في الاول وفي الاخر، مش شرط تحت غطاء المجموعة. فهو لازم يكون في تواصل، مش لازم نستنى ان احنا نبقى تحت عباءة مجموعة، يعني ما زلنا منتمين لمجموعة ولكن احنا ممكن تعمل حاجة تبقى ليها فعالية اكتر. نستمر بنشاطنا وبخلق مبادرات وإنشاء يعني مجتمعات جديدة، إن الناس تتكاتف، مش إن هم مش منافسين لبعض، هم مكملين. صحيح. لبعض، مكملين لبعض، نأمل ذلك. مرفت سريعا من فضلك. أي بدي أذكر إنه في العالم أو الويكيميديا أو في حركة ويكيميديا في 182 مجموعة، مش كل المجموعات هي مجموعات مناطقية أو إنها محصورة في مناطق مثل المجموعات الموجودة في الوطن العربي. في مجموعات بسموها مجموعات مواضيعية ثيماتيك، يعني إنها بتركز على موضوع معين. فممكن أي ويكيميديا حابة تشتغل في موضوع معين حسب نطاق اهتماماتها. مثلا إذا أنا اهتماماتي في الطب، في مجموعة كبيرة عالمية تركيزها على مواضيع الطب أو على مشاريع الطب، فممكن أنا أتوجه وأشتغل مع هاي المجموعة. أو مثلا إذا أنا معمارية، اهتماماتي في التراث، مجموعة نسيمة موجودة ومرحبة. فبمعنى آخر الفكرة إنه لما بينغلق باب في أبواب أخرى. صحيح. موضوع التعاونيات داخل المجموعات هذا أمر مهم جدا. نحن بتعرفي في المؤسسة موضوع إتاحة الفرص للتدريب، إتاحة البيئة الآمنة الصحية المحترمة لأعضائها، هذا أمر يعني حتمي وبنحاول إنه نشمله في مدونة قواعد السلوك اللي المفروض إنها تتطبق على جميع المجموعات وجميع المجتمعات على حد سواء. فإن شاء الله إنه يكون بتنفيذ المدونة بيشعر الأعضاء إنه مجموعاتهم أو مجتمعاتهم أكثر ترحيباً وأكثر احتراماً، يعني على أمل أنه نحاول لخلق البيئة الودية، هدف الاستدامة، استدامة الأفراد، استدامة العمل الجماعي. أيضاً في حال يعني مثل ما تفضلت ولا، بعض المجموعات في المنطقة العربية عندها أوضاع خاصة، بعضها خاملة جدا، بعضها ناشئة أو تحاول، وبعضها تعمل ضمن منهجيات وضمن قوانين وناجحة جدا. فعلى أمل أنه تطبق النتائج التجارب الناجحة على بقية المجتمعات، يصير في تعاونيات ليس داخل المجموعة الواحدة فقط ولكن على النطاق الإقليمي أيضا. شكرا رأيكم وذكر تجاربكم كمان في التقييمات. ننتقل إلى التحديات. في التحديات كان السؤال استبيان، ما هي التحديات والأسباب التي تحد من مساهمتك في المجتمعات العربية لحركة ويكيميديا؟ حددنا في الاستبيان عدد من التحديات 17 نقطة، وسأذكر الأكثر اختياراً. في المرتبة الأولى كانت لضيق الوقت، فالتحدي الأكبر هو الوقت. المرتبة الثانية كانت لعدم التمكن من المهارات التقنية، وهنا نعود أيضاً لضعف المهارات وبالتحديد التقنية، وهي يعني نقطة تستحق الوقوف عليه بالحقيقة. المرتبة الثالثة كانت لعدة تحديات ما يعني معاً، وهي
بيئة غير محفزة للمساهمة، لا أعرف كيف سأساهم، والالتزامات عائلية. إذن حاولنا في هذا الاستبيان إيجاد نواة دراسة لهذه التحديات لتواجه المستخدمات أثناء تطوعهن، وعلى أمل أن قد تطور لاحقاً لنقف عند هذه التحديات، نفصلها ونبين أسبابها، ولما لا نجد سبل لتجاوزها. ننتقل للفقرة الأخيرة، القسم الأخير في الاستبيان وأسئلة اليوم وجلستنا، ومعنا أقل من 4 دقائق. رؤيتك المستقبلية، كان السؤال: لو كان في إمكانك التغيير، ما هي أول 3 أمور ترغبين بتغييرها؟ سأستعرض بعض المقترحات وأوجهها لزميلاتي هنا، وأسأل عن رأيكم عن المقترح أو التغيير المقترح. مرفت: ترغب إحدى المشاركات بوضع سياسة تمنع التصيد للمساهمات وتطبيقها على المجتمع من أشخاص من الميتا، واتخاذ قرارات صارمة في حق من يحاول عرقلة أي مشروع، ويكون القرار من أفراد أيضا من الميتا وليس من المجتمع العربي. ما رأيك بهذا المقترح للتغيير؟ فكرة من الميتا مش واضحة أبدا، ما بعرف يعني مين هم الأشخاص اللي من الميتا. الموضوع إنه وضع سياسة، هذا أمر يعني لا أعتقد إنه غايب يعني عن معظم المجتمعات. لابد إنه هناك سياسات، منها سياسات السلوك. هناك يعني إذا نظرنا إلى السياسات التي تحكم السلوك داخل المجتمعات، لابد من وجود سياسة. أستطيع أن أقول هذه السياسة هي أفضل سياسة، هي سياسة منع التحرش. التحرش طبعا نطاقه واسع، لا نقصد بالتحرش هو مثلا التحرش الجنسي أو إلى ما ذلك، هي المضايقات، الحد من المضايقات، لما الإساءات، الإهانات، جميع التحرشات. صحيح، هذه السياسة هي سياسة المدونة، ولا بد من وجود مدونات سلوك دعم محلية. معظم المجتمعات لديها قوانين داخلية، بايلوز، قوانين ضابطة للسلوك في داخل المجتمعات وداخل المجموعات أيضا. في حال كانت هذه السياسات مقصرة أو قاصرة أو تنفيذها قاصر، يجب اللجوء إلى قوانين مدونة السلوك العالمية وإرشادات إنفاذها، والتي ستكون طبعا حيز التنفيذ إن شاء الله قريبا خلال العام القادم. لكن هذا الموضوع موجود، بس أنا حبيت أفهم شو يعني من الميتا. أشخاص الميتا هم ممكن يدونون عليه. أنا اللي فهمته، إذا فهمي صحيح للموضوع، أن ليس من المجتمع، يعني لا نريد أحد من المجتمع أن يكون من خارج المجتمع، ولكن لما ميتا بالحقيقة لم نسأل عن هذه النقطة. ننتقل للنقطة الثانية، وأيضا يعني أعتذر منكم بس يعني سريعا. نسيمة اقترحت إحداهن تدريبات أكثر ومسابقات أكثر للمساهمة في مشاريع ويكيميديا المختلفة، ما رأيك بهذا المقترح والتغيير؟ أظن أن هذا هو أكثر شيء يمكن أن يحفز سواء العضوات أو الأعضاء على المشاركة، لأن الإنسان هو بالنهاية في حاجة دائما إلى هدية معنوية أو مقابل معنوي مقابل مشاركته. فعندما يحس الإنسان بأنه يكتسب مهارات جديدة أو مثلاً يحصل على اعتراف أو ربما جائزة ولو كانت رمزية من خلال المشاركة في مسابقة، فهذا يجعله شغوفاً بالعمل أكثر سواء على ويكيبيديا أو على مشاريع أخرى. إذن نحن مع هذا المقترح ونعمل عليه، بما أن الحاضرات أيضاً نحن جميعاً نشيطات وأصحاب مبادرات، فالمقترح مقبول. ننتقل للنقطة الثالثة مع ولاء: فرض برنامج تدريبي على إداري المشاريع، حول ماذا؟ عن التعامل مع الأعضاء الجدد ومهارات التواصل والتأثير. ما رأيك بهذا المقترح سريعا ولا؟ هي مبدئيا هي في سياسات جوه الويكي نفسها بتنظم التعامل بين الأشخاص، بين المستخدمين كلهم، مش فكرة إداري ومستخدم جديد بس. فكرة ان هو يبقى في تدريب للإداريين، يعني دي حتة communication skills مش موجودة قوي، مش فعالة ومش هتطبق من الآخر. يعني نحن نحتاجها، وإذن إذا اتفقنا أنه نحن نحتاج هذا التغيير، هي في سياسة بتحكم التعامل بين الأشخاص.
صحيح، بس أوكي. لازم احنا لازم نبقى على يقين ان ويكيبيديا مش السوشيال ميديا، ده صحيح. الاختلاف اللي هم عشان كده بيحسوا ان الاداريين بعبع او صعبين. أوكي، شكرا شكرا جزيلا. وصلنا نحن للفقرة الختامية لليوم. إذا أعتقد أن هناك الكثير مما يجب علينا العمل عليه في كافة المجالات. صدقا أفكر بالتفرغ كليا لهذا الهدف. كان هذا الجواب إحدى المشاركات على خاتمة الاستبيان عن رؤيتهن لمستقبلهم في عالم ويكيميديا. منهم من ذكرت خططا تطمح لتحقيقها وترغب بالتوسيع نطاق مساهماتها. الغالبية يؤكدن رغبتهن بالبقاء والاستمرار والمحاولة. جميع المشاركات عدا مشاركة واحدة تنصح الآخرين بالانضمام لهذا المكان والمساهمة فيه، على أمل أن تلاقي في هذا المكان الروح والرغبة في التطوع والمزيد من التسهيلات والتعاون. جزيل الشكر للمتحدثات، وشكرا للمشاركات في الاستبيان، وأوجه شكر خاص للإدارية شيماء لتزويدها لي بأرقام ونسب في ويكيبيديا العربية. شكر للأستاذة إناس خطيب للروابط والنقاشات، وأيضا شكر خاص للدكتورة ندى الفرة لمساعدتها على مراجعة محتوى الجلسة وتثبيتي نون النسوة بصورة صحيحة. أمل أني نجحت في هذا الامتحان. كانت هذه الجلسة الحوارية مبادرة لتسليط الضوء خطوة بسيطة على أنفسنا وعلى وضعنا نحن المستخدمات في المجتمعات العربية في حركة ويكيميديا. دمتم بخير.